السلام عليكم. الأول بشكر الدكتورة هويدا الشناوي على الاستضافة الجميلة ديت، والزميلة العزيزة الدكتورة مها البحيري، ولينا الشرف إن أبقى معاكم متواجد في المؤتمر الجميل ده، وأول مرة ليا الصراحة، وإن شاء الله دايما يبقى متكرر بإذن الله تعالى. إحنا هنتكلم النهاردة على موضوع هو بنشوفه كتير، بس يعني هو في يعني دايما ديبيت ما بين البطنه وما بين الجراحه المسالك عندنا، وما بين ان احنا امتى نخش انترفير، ودول عايزين يحولوا الحاله علينا واحنا عايزين نهرب من الحاله عشان الحاله كلها مشاكل. هو موضوع طبعا الانفزام التسبيلي نفرايتس، هو ده is considered عندنا في اليورولوجي as a complicated urinary tract infection، او من الحاجه النيو تيرم اللي اسمه يوروسبسيس. طبعا دي حاجه يعني حاجه خطيره جدا لما بتحصل، وليها درجات وليها ديجريز وليها برزنتيشنز، ومهم جدا ان احنا يعني ندايجنوز الحاله دي من بدري علشان الاوت كم يبقى افضل. انفزامات سبايلونيفرايتس is a serious kidney infection associated with very high rates of renal loss and mortality, and it is an acute necrotizing infection of the renal parenchyma and surrounding tissue. And the gas may present in the renal parenchyma or collecting system or in the perinephric fat. طبعا الغاز ده بيبقى بسبب الغاز forming organism، وبيبقى له risk factors من ضمنها هنقولها دلوقتي الديابيتس، which is the most common risk factor في الحالات اللي زي ديت، ويكونتريبيوت حوالي من 75 ل 96% من الريسك فاكتورز هو الدايابيتس. تاني حاجه عندنا بنشوفها رينال ستونز او اليوريتريك ستونز، مينلي الاوبستراكتنج ابر يورين تراكت ستونز اللي هي الاوبستراكتيف يوروباثي يعني، وده بيعمل اوبستراكشن، ولو كان في انفكشن هيحصل ريسك فاكتور لموضوع الانفزامات سبايلون فرايتس لو في جاز فورمينج اورجانيزم. الاوبستراكشن يورين تراكت انفكشن زي ما قلنا فروم 29 تو 49%. البوست اوبريف انفكشن احنا ما بنشوفهاش كتير الحقيقه، بس وارده انها تحصل في بعض الحالات، مش بنشوفها كتير بس it happens. Post traumatic renal injury are برضو not common. Immunocompromised patient, الهايبرتنشن and the females because they are more liable for urinary tract infection. The risk factors of poor outcomes. عندنا الديابيتس الادفانسد ايج، يعني لو عيان سنه كبير وان كنترول ديابيتس، ده من الحاجات البور اوتكمز. الثرومبوسايتوبينيا، الهايبرتنشن، البروتينوريا، والاكيوت رينال فيلير، والهايبو البومينيميا، والهاي جريد انفيزيماتس بايلونيفرايتس. طيب البريزنتيشنز العيان بيبقى بريزنتد، في ناس بتيجي بريزنتد بالايرلي ستيج، وفي ناس بريزنتد ليت ستيج، ودي بقى الكارثه اللي بتحصل. الايرلي ستيج لو السيمبتومز اوف بايلونيفرايتس انفكشن كان بي نون سبيسيفيك، بس الايرلي بريزنتيشن ممكن يبقى عنده نوزيا، فوميتنج، فلانك بين، فيفر، ودي بريزنتيشن ساعات الناس بتاخدها لايتلي لو هي مثلا من غير ما تاخد جود بروبر هيستوري او تعمل اكزامينشن للعيان، ممكن تعدي على الواحد في اوقات كتير. Patient also may present with renal colic or hematuria. Renal colic because they have obstructive upper urinary tract, سواء urinary ureteric obstruction, سواء renal pelvic obstruction أو أي حاجة، أو hematuria، عملوا له hematuria وعملوا له في نفس الوقت ال pain. In cases of severe sepsis, patients may present with conscious disturbance. لما بيبقى presented في late stage أو advanced emphysematous spondylonephritis، ممكن clinically بنفحص العيان بنلاقي فيه crepitus على اللاين، وده معناه ان في جاز subcutaneous موجود. The cost of vertebral angle tenderness is often present in cases of severe infection, and if the gas reaches the subcutaneous layer, subcutaneous crepitus may be noticeable during the physical examinations. What is the pathophysiology of the emphysematous pyelonephritis? The most common pathogens associated with emphysematous pyelonephritis هي الفاكولتاتيف anaerobes. Among these bacteria, E. coli is the most common cause as related pathogen. هو ده السبب الرئيسي، أكتر واحد فيه موجود. يليه على طول الكليبسيلا،
والبروتياس والانتيروكوكس والسودوموناس. كل الحاجات ديت بتبقى هي ديت most common causes of bacteria that cause emphysema spironephritis. ولكن في بعض الحالات الـ rare cases في الـ immunocompromised patient الكانديدا maybe has a cause, بالذات الكانديدا البيكانس أو الكانديدا باراسيلوزيس أو الكانديدا تروبيكالس. لكن احنا ما بنشوفهاش الحقيقة كتير كلينيكالي. بنشوف أكتر حاجة الـ most common فعلا الـ E. coli. الـ E. coli is the most common pathogen موجود وبيأفكت الكيدني. The typical findings of gas accumulation in emphysema spironephritis are attributable to the production of gases including hydrogen, carbon dioxide, and nitrogen during the fermentation of glucose and lactate by microorganisms. The affected kidney is diffusely congested, necrotic, friable, and irregular. علشان كده في الفترة ديت لما وده الديبيت اللي ما بيننا وما بين الاي سي يو او ما بيننا وما بين البطنه, ان هو لما يجي عيان زي كده بيبوش على ان احنا نعمل انترفنشن, بيبوش على ان احنا نعمل نفركتومي, بيبوش على ان احنا ندرين. بس هي طبعا في الفتره دي العيان بيبقى فيري كريتيكال, فيري كريتيكال ال, وممكن يبقى المورتاليتي ريت عاليه جدا. فبالتالي احنا هنشوف المانجمنت ماشي ازاي دلوقتي. The non-viable parenchyma infarcted and thrombosis of the renal artery and segmented vessels may happen. Inflammatory infiltrate of mainly neutrophils in the superficial renal cortex and the surrounding perinephric fat. Classification of the emphysema spironephritis, هم قسموها لأربعة category. Mild case أو mild classification, class 1, وده لو الجاز موجود في collecting system فقط only. وclass 2 لو في parenchymal gas only. Class 3 قسموها لA وB. الA فيها extension of the gas into the perinephric space, وB extension to the gas into the pararenal space. Class 4, which is the high grade, في لو جت في solitary kidney أو bilateral emphysema spironephritis. الحقيقة إحنا مش بنشوفها كتير ال bilateral ديت. ممكن بنشوف ال solitary kidney emphysema spironephritis بتحصل, بس bilateral ما شفناهاش كتير الحقيقة. لكن الكلاسيفيكيشن ده accordingly الجايد لاينز هو محطوط عندنا في اليوروبيان جايد لاينز, وده بناء عليه بنبدا انترفين او بتمانج بنمانج الامور according للكلاسيفيكيشن بتاعنا. ده صوره ثانيه برضو للكلاسيفيكيشن, يعني ده عندنا في الكولكتنج سيستم, ودي في البارينكما, ودي في البيرينال, ودي البارارينال, ودي بايلاترال. وطبعا دي حاجات الريسك فاكتورز, الديابيتس والرينال ريستراكشن والمايكرو اورجانيزمز كليبسيلا. يعني هي صوره مجمعه لكل اللي احنا قلناه فاينلي. طيب الانفستيجيشنز اللي احنا ممكن نعملها لمريض جاي لنا سسبكتد انفيزام سبايلونفرايتس, سواء كلينيكالي او بالمعامل بتاعته او جنرالي كده, يعني الكي يو بي او بين اكس راي يعني ماي هيلب ات جريت, يعني حاجة كبيرة ان هي ممكن تشخص لنا الانفيزام سبايلونفرايتس لو عملنا بلينكس راي, بس في الادفانسد كيسز, لان عادة مش هنشوف الاير الا لو كمية الجاز فورمي اورجانيزم كبيرة. فالبلينكس راي من الحاجات السهلة الافيلبل اللي مش بتكلف تشيب, فبالتالي احنا ممكن نعملها في اي مستشفى. الالترا ساوند, الالترا ساوند برضو بيبين لنا اذا كان في اير موجود لوكيولاي في الكيدني, بس محتاج طبعا it is an operative dependent او operator dependent, مهم جدا انه it is very subjective للتست ده, ان اللي بيعمل التست يكون expert. ال CT is the diagnostic tool بالنسبه لنا, and the افضل حاجه and the most accurate diagnosis بتبين بال CT. طبعا بتبين لنا الجاز فورمي اورجانيزم في collecting system او في perinephric space, وبنقدر نحدد الجريدز بتاعت البايلينوفرايتس, وبناء عليها نقدر نتحرك في المانجمنت. The infected kidneys appear heterogeneous, embedded with hypodense abscesses containing fluid gas. تمام؟ وبرضو كمان الـ CT بيسهل لنا إذا كان بنعمل diagnosis لإذا كان في obstructive uropathy, upper ureteric stone or lower ureteric stone or pelvic stone or whatever. الصورة بتدي الـ plain X-ray. ممكن نعمل اكس راي نلاقي فيه الجاز زي كده,
بس هي في بعض الناس ممكن تختلط بكولونيك جاز، يقول لك ده جاز في الكولون ليفت سايد بتاع الكولون، لكن طبعا مع الكلينيكال بيكتشر والاكزامينيشن الكميه بتاعت الجاز اللي موجوده ديت لا it should be palpated ومحسوسه. دي بلين اكس راي. ده الالترا ساوند برضه هو شايف ايرلوكيلاي هنا وايرلوكيلاي هنا، بس لازم يبقى اوبريتور كويس. السي تي دي برضه دي صوره بقى فيري كاركترستيك اند فيري دايجنوستيك لموضوع الاير او جاز فورمي اورجانيزم موجوده في البارينكما موجوده في البارا بيلفيك او بارا رينال سبيس. ودي برضه واحده ثانيه جاز امبلس موجوده في الكيدني. كل ديت صور من حالات بتتشاف كتير. طيب المانجمنت، المانجمنت طبعا هو زمان كان اكتر حاجه بنبوش عليها هو الانترفنشن نفراكتومي، وده دايما كانت نقطه الدبيت ما بيننا وما بين الرعايه او ما بيننا وما بين البطنه، لان النفراكتومي ساعتها كانت هي الجولد ستاندرد ان احنا بنشيل كل السورس اوف انفكشن ونشيل كل المشاكل اللي موجوده. لكن طبعا المورتاليتي ريت في الوقت ده is very high up to 42% ممكن توصل للمورتاليتي ريت بتاعتها. The treatment of serious infection should always begin ده دلوقتي بقى antibiotics ثم antibiotics ثم antibiotics ثم drainage drainage drainage. اخر حاجه خالص بنفكر فيها دلوقتي ان افكت لان بتتعمل on selective basis. تمام. The treatment of serious infection should always be aggressive resuscitation including the provision of adequate venous hydration, intravenous hydration and oxygen supply, the insulin mediated blood sugar control and broad spectrum antibiotics with empiric antibiotics can reduce mortality in cases of gram negative systemic infection. Third or fourth generation cephalosporins or carbapenems are recommended and combination therapy such as the use of amikacin and third generation cephalosporin is an alternative therapy. And according to the treatment guidelines, زي ما قلنا في الأول إن هي classified as a complicated urinary tract infection or urosepsis. These two groups of treatment, المفروض الوقت بتاعها من 7 to 14 days, they're recommended, but the duration should be closely related to the treatment of the underlying disease. يعني ده لازم برضو نشوف السبب الرئيسي اللي اتعمل كده، سواء obstruction سواء stones سواء أي حاجة، وهو ده treatment of choice مع الانتيبيوتكس. We recommend continuous use of antibiotics for 2 weeks in treating these patients. In mild diseases, it may be last for just 1 week. Drainage, with a crucial point for موضوع الانفزامات سبيلونفرايتس, drainage عن طريق إما ureteric catheter, intracalicial drainage, بنحط double J أو ureteric catheter, أو بنحط wide bore nephrostomy في الloculi, الاريكولاي اللي هي الابسس, سواء multiple abscesses ممكن نحط كذا tube drain أو لو هو pockets بنقدر نفتحهم على بعض. وده أفضل شيء دلوقتي. في بعض الأحيان ساعات بنعمل open drainage زي الابسس، ولكن ده minimally invasive، ما بنشيلش ما بنعملش nephrectomy في ساعات. Drainage decreases the risk of mortality من 19 ل 9% together with the use of antibiotics better by applying ureteric stent or PCN which is should be wide bore. More recently, evidence has suggested that patients with less severe symptoms, say class A, or class 1, or class 2, and no urinary obstructions can achieve excellent outcomes without drainage. But actually, in our practice, I see that drainage can achieve better results. Multiple catheters should be used in loculated abscesses, or in cases of multiple abscesses, the drainage should remain in place until follow-up CT shows that the resolution happened. A follow-up CT scan is recommended 4 to 7 weeks after the initial treatment to evaluate the outcome and determine the need for invasive procedures. Nephrectomy هتحصل وهنعملها، بس better should be done on selective basis. وتبقى حاجة planned قبلها، ما يبقاش حاجة emergency إلا بقى لو يعني مضطرين لكده. The treatment preference of emphysema spiralis has changed a great deal over the past 20 years. In early studies, nephrectomy was considered to be the optimal treatment search strategy for emphysematous spiralinephritis management, and some reports demonstrated increased mortality with medical therapy compared with surgical therapy.
However, surgery is often poorly tolerated during the acute phase due to poor hemodynamic status. زي ما قلنا ده أوحش وقت للتدخل في العيان في الوقت ده، لأن عنده بيحصل high mortality rate up to 42%. Currently, the preferred treatment of emphysematous pyelonephritis has evolved from invasive operations toward more conservative approaches, which is likely due to improvements in imaging modalities and antibiotic use and advancement in drainage technology, which have combined to reduce the mortality rate associated emphysematous pyelonephritis. Finally, the algorithm كده علشان يلخص الموضوع، لأن patients في presented بالemphysematous pyelonephritis بنعمل له aggressive resuscitation وبنعمل له investigations وبنعمل له نديله antibiotics لو successful خلاص تمام، وبنكمل follow up وبنعمل nephrectomy on selected basis. لو failed بنخش بقى nephrectomy، لأن هو خلاص احنا جربنا الconservative management الأول. لنفس الكلام سواء class 1 and 2 دول favorable outcome، وclass 3 سواء A أو B على حسب لو هما low risk أو high risk بنبدأ نعمل الintervention. لو هما low risk بيبقوا favorable، لو high risk بنconsider ICU and intervention وخلاص. طبعا لو class 4 سواء bilateral ده بيبقوا very high risk patients، وطبعا على قد ما بنقدر بنعمل conservative management leave. ده برضو نفس الكلام الالجوريثم بيقول لنا برضو نفس الخطوات اللي ممكن نمشي عليها. هو الموضوع الحقيقة very common سواء ما بيننا وما بين البطنة، بس هو finally احنا one team، يعني ما فيش حد يقول العيان ده انا مش اخده، العيان ده هيجرى له حاجة عندي، العيان ده ممكن انا البسه. يعني احنا في concept كده معين المفروض يتشال من دماغنا، احنا كلنا مع بعض one team، احنا هنرتب العيان واحنا هنخش نفتح العيان. لان انا بشوف الحقيقه ناس كتير قوي بيهربوا من الحاله وبيجروا وبيلبسوا بعض، يعني انا اجانس دي الصراحه. العيان احنا هنواجه هذه الحاله مع بعض، واحنا هنحط الاستراتيجي بتاع البلان مع بعض از وان تيم، وفاينلي العيان يستفيد. يعني اللي ربنا كاتبه في الاخر هو اللي هيحصل، بس يعني احنا بنعمل اللي علينا، مش عايزين نتخيل ان الحاله دي نجري منها والحاله دي مش بتاعتنا والحاله دي نديها لفلان. يعني انا رسالتي بس الحقيقه ان احنا بالذات النفرولوجي واليورولوجي يعني ار وان تيم الحقيقه، يعني سواء احنا بنشوف حالاتكم وبنرجعها وانتم بتشوفوا حالاتنا وبترجعوا حالنا، لازم جدا ان احنا نبقى مع بعض از وان تيم. شكرا جزيلا. ثانك يو بروفيسور. I want to ask you one question about the last sentence you say. If you are confronted in the ER with emphysematous pyelonephritis, if there is a complication, which stage you advise go to the urology, and at what stage you go to the urology? If I am a urologist and see the patient as a urologist, or لو أنا دكتور بطنة عادي في الـ ER. If you are ER and the triage and the classifying the patients, this is for nephrology department and this is for urology. At what stage actually you want to let the patient to go into urology department? هو الحقيقة زي ما أنا بقول إن المفروض يبقى في مالتي ديسيبلينري تيم، يعني احنا بنبقى كومن مع بعض، انا هبلغ النفرولوجي وهبلغ اليورولوجي ان في حاله انفزامات سبايلينفرايتس او سسبكتد انفزامات سبايلينفرايتس، وات از ذا بلان مانجمنت بتاعنا وايه اللي ممكن نعمله مع بعض. الميديكال ثيرابي هو ده الاساس دلوقتي از كونزرفتيف مانجمنت، فبالتالي هو مين اللي هيخش بطنه، يعني لازم يخش في البطنه هيتحط، ممكن يبقى اشراف مشترك لو احنا في مستشفى الدمرداش عندنا بقى خلاص، هو عشان ما بيبقاش فيه اشراف مشترك فهيخش بطنه، ولو احتاج اي سي يو هيخش اي سي يو، وهيتعمل كونسلتيشن لليورولوجي لان هم هيبقى ليهم دور بس مش في الاول. انليس بقى لو العيان يعني خلاص اصل، وحتى لو العيان في الفاينل ستيج او هاي جريد المورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا، والسيرجيكال وايز مش هتحل له الموضوع، الدرينج هو اللي بيحل. يعني as compared with surgery الدرينج له أهمية كبيرة جدا في الموضوع ده. فالحقيقة عيان زي ده فيزد في الـ ER
لا should be admitted في الـ internal medicine department وبعد كده بيتبلغ بيه الـ urology department. Thank you. تمام. بيسأل كتير بس مين هو؟ الأميكاسين مع الكيفالوسبورين. اشتبعنا. شوف سعادتك، هو لو حضرتك تلاحظ كان ده اخر اوبشن موجود في التريتمنت، ما كانش من ضمن الفيرست اوبشنز. فيرست اوبشنز طبعا كان الكاربافينيم والكيفالوسبورينز والحاجات الاساسيه في ضمن ده من لاست اختيارات عندنا فكتريتمنت اميكاسين. في بعض الاماكن علشان طبعا يعني الأدوية ديت مش موجودة في كل حتة بنفس الوفرة، فبعض الناس بيستخدموا الأدوية الرخيصة وبعض الناس بيستخدموا، لكن لما تعمل استاديز على الأمينوغلايكوزايد سواء الأميكاسين أو كده أو حتى الجنتامايسين بيدوه، لقوا إن هو رول ولقوا إن هو ممكن يستخدم 7 أيام without any problem بالنسبة للمريض ده. هو معلش أنا ما سمعتش السؤال من الأول، إنما لفت نظري الأنتيبيوتكس اللي بتتكلموا عليها. تمام. كيف السبورينز دي بقت حاجة يعني حاجة عيدة خالص، يعني الحقيقة non effective at all دلوقتي especially من كتر الابيوز يا بيه، من كتر الابيوز، من كتر الابيوز هي خلاص الاورجانيزم كلها يعني بقت more or less resistant يعني. طبعا. وانا رأيي ان الموست potent antibiotics دلوقتي هم two categories، اولهم يمكن الامينو جلايكوسايدز ولانهم نيفروتوكسيك. ما احنا لسه كنا بنقول حالا ان هو فعلا زي ما سعادتك بتقول المجموعه بتاعت الميرونام والتامين الكاربابينيم. الكاربابينيمز مظبوط. اي ثينك ان دي على طول لازم نبتدي بيها يعني. والارتابينين برضو ده جديد اللي هو الانفانز اللي طالع ده. الانفانز الارتابينين ده برضو ده من الحاجات، لان الحاجات دي مش مستخدمه كتير بي، والحاجات ديت فعلا يعني ليها هاي افكت على المايكرو اورجانيزم دي الحقيقه. ديفينتلي اي ثينك ان احنا في الحالات اللي زي دي المفروض ان احنا نستخدم البراند مش الجينيريكس. ما ده يرجع بقى بيه لل this is the only situation يمكن في الانفكشنز اللي لازم نبقى فيري كين على اننا ندور على براند على حاجه مضمونه انها افكت. يعني مثلا بالنسبه للميرنام والحاجات اللي زي والتاينام والاخر، وفي دلوقتي جينيريكس في السوق اي ثينك انها من تجربتنا كلها يعني جربناها كلها تعبان. السؤال بقى هو الصعوبه هنا في حالات الانفيزيون سبين فرايتس دي هي في المرحله الاولانيه لما يجي لك العيان وتاكدت ان هو انفيزيميتا سبين فرايتس and hemodynamically stable. hemodynamically stable. انا كنفرولوجيست او كباطني يعني انا احب ان العيان ده يعمل نفريكتومي على طول، فتحه هيبقى سهل، hemodynamically stable نتائجه هتبقى احسن. it is gambling انك انت تحاول معاه conservative treatment او medical treatment لانه after a short time he will pass into septic shock. وفي هذه الحالة هيبقى انك surgical treatment هتبقى صعبة جدا وميديكال تريتمنت غالبا هتبقى فيلي. انا عندي التريند ده طبعا هو اجينست الجايدلاينز بس ما هو بدون قطع كلام حضرتك، بس انا هقول لحضرتك هو اللي حضرتك بتقوله ده classified as low grade يعني class 1 وclass 2 هم دول العيانين اللي بيبقوا presented وهم hemodynamically stable ومتشخصين بدري راديولوجيكالي مش كلينيكالي حتى، وبالتالي الانتيبيوتكس والميديكال ثيرابي كومبايند مع الايرلي سيرجيكال مانجمنت ده هيبقى هايل، لكن يفضل ان هم يخشوا في الاول از اندر ميديكال ثيرابي لازم على الاقل 1 ويك تو مور ستابلايز ذا كونديشن ان نقلل المشكله في ال 1 ويك دي اللي ممكن يبقى مع كان ستيبل يقلب على سيبسيبك شوك وتبقى فتحه اصعب والمورتاليتي عالي. معلومة يا دكتور محمد انت شغال في النزهة معانا. تمام. بيقال عليك يعني سمعتك انك انت one of the few urologists اللي عندك الشجاعة الكافية انك انت تخش في الحالات الصعبة. يا بي ربنا يخليك والله. حقيقي يبقى الكلام ده. لا بي ربنا يخليك. يعني انت cooperative ويوسفول وبولد enough انك انت. يا بي شرف لينا والله ربنا يخليك يا بي. شرف لينا والله.